ما بعلم كيف بدي اوصف القصف، وكيف في نفس الوقت بدي اوصف انه يعني لما تطلع صواريخ من عنا على الاحتلال، لما احنا نكون صادقين في وعودنا وفي عهدنا. عن جد يا جماعة الوضع مش طبيعي كان، لكن في مصداقية بنسبة 100%. طبعا اصدقائي انا حابب يعني اشغل هالفيديو هذا ويعني اخليكم تشوفوا كيف المنظر هو. بسم الله طبعا قبل كل اشي. طبعا زي ما انتم شايفين اصدقائي، تخيلوا هذا كله من غزة وطالع على تل ابيب. اللهم صل على سيدنا محمد، الله ينصرنا يا رب، الله ينصرنا يا رب على هالعدو. زي ما انتم شايفين اصدقائي عن جد يعني المنظر مفرح بمعنى الكلمة، الحمد لله تعالى. طبعا يا جماعة بس في ملحوظة انا حابب انوه الها وبهمني اني انوه الها في قناتي هذه. يا جماعة أهلنا في غزة ممنوع منع بعت، تصوروا في صفحات الفيس تمام، تصوروا صور تمام وتطلعوا تنزلوها على الفيسبوك، لأنه الصورة بكون مكتوب فيها يا سيدي العزيز التاريخ تبع الصورة والمكان والموقع الجغرافي والقصص، هذه التفاصيل هذه اللي بيقدروا من خلالها يحددوا موقعك وين أنت بالضبط. فعشان هيك يا جماعة احذروا من القصة هذه. اللهم إني بلغت. بعدين في ملحوظة تانية كمان مهمة جدا بالنسبة لنا، في صفحة على الفيسبوك كتير ناس بتتابعها للكلب الصهيوني اللي اسمه أفخاي أدرعي تمام. حاولوا تبعدوا عنها، ما حدش يضغط على كلمة إعجاب، الرمز تبع الإعجاب، أو حتى كمان الديسلايك، أو يكتب تعليق، لأنه لو كتب تعليق بإمكانه يحدد موقعه تمام. فعشان هيك ابعدوا عن الشغلتين هدول. اللهم إني بلغت، اللهم فشهد، الله يعطيكم ألف ألف عافية.